السلام عليكم ورحمة الله. قالت تقارير دولية إن انتهاكات ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح ضد الصحفيين والإعلاميين في اليمن تجاوزت حداً لا يطاق. وأكدت منظمة مراسلون بلا حدود أن اليمن تصدرت قائمة البلدان الأكثر فتكاً بحياة الصحفيين حول العالم. نتوقف عند هذه التقارير لنناقشها في محورين: كيف يجد صحفي اليمن أنفسهم بعد عامين من الحرب؟ هل ستجد هذه التقارير الدولية طريقها للضغط باتجاه الإفراج عن المعتقلين والمعذبين في سجون الميليشيا؟ وما هو دور الحكومة في الحد من تعرض الصحفيين لخطر الموت اليومي في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين؟ قليل من البكاء وكثير من النسيان. تأخذ مسيرة الصحفيين اليمنيين وجهاً دامياً تتخطفه يوميات القتل والاعتقال والاعتداء، وجهاً صلبت في ملامح العدالة، ونسي المدافعون عن حقوق الإنسان والمجتمع الدولي معاً حقه في الحياة والحماية. بعد نحو عامين من الانقلاب والحرب يجد صحفي اليمن أنفسهم موزعين بين ظلمة السجون والمنفى وأرصفة البطالة. قتلت الميليشيا العديد منهم، أخفت الكثير وفصلت العشرات من وظائفهم، أغلقت وسائل الإعلام المناهضة لها، وألغت كل مساحات العمل الصحفي بالكامل. نتابع المزيد في تقرير الزميل محمد القاسم، ومن ثم نبدأ النقاش. جفت الصور على حائط المناشدات ولم تجف حناجر أهالي ورفاق المختطفين والمعذبين. يفعلون ذلك وهم معتقلون داخل تضاريس الحرب الموجعة، لم يعودوا أولئك المتفرجين عليها، صاروا جزءاً من دورتها الدموية. أكثر من عام ونصف وصحفي اليمن معتقلون في جوف السجون وأرصفة البطالة وجبهات القتال والمنافي، موزعون ولا جهات تشرع لهم أجنحة الخلاص من جائحة ميليشيا حولت بلادهم إلى سجن كبير ودمرت جسر العبور إلى المستقبل. هذه جنازة أخيرة لصحفي اغتيل مسموما في عاصمة تسيطر عليها الميليشيا وتحتقن بالقهر اليومي. وهذه جموع تندب حظها وتشيع جثمانا لطالما قيل عنه رائد الصحافة الاستقصائية في اليمن. ليست أول الجنائز ولن تكون آخرها، فجنائز السجون والبحث عن الخبر ملأت الساحات وصفحات التقارير المحلية والدولية. لقد تحول الصحفي من كاتب وناقل للخبر والصورة إلى خبر وصورة بحد ذاته. بحسب منظمة مراسلون بلا حدود، فإن اليمن يتصدر البلدان الأكثر فتكاً بحياة الصحفيين حول العالم. واتهمت المنظمة ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح بجعل اليمن بؤرا سوداء على المستوى الإعلامي، حيث يسود الإفلات من العقاب بشكل لا يطاق. تقرير المنظمة سبقته تقارير دولية كثيرة أجمعت على أن ميليشيا الحوثي والمخلوع تسببت في جعل البلد محرقة للصحافة وحرية التعبير، وسممت المناخ الإعلامي وألغت كل مساحات التغطية الخبرية. أما لماذا استهداف الصحافة والإعلام؟ فذاك أمر شائع لدى جماعة لا ترى في حرية التعبير سوى الفرق بين الرصاصة والقلب، وليس بوسع القلب تحمل مدارات البندقية. من لم تغتله الرصاصة اغتالته السجون أو القهر النفسي. وبين هذا وذاك تقف الحكومة المعنية بإنقاذ هؤلاء عاجزة عن مد يد الخلاص. حكومة تواطأت الحرب معها في قهر الصحفيين وإطالة ليلهم، غير أن قرارها الأخير بتسليم مستحقات من أحرمتهم الميليشيا في صنعاء من مستحقاتهم في وكالة سباأ كان العنوان الأخير في سياق تحسس وضع الصحفيين، خاصة من وضعهم الإنقلابيون في خانة مزاجهم الشخصي. رغم كل هذا لم تخب أصوات الأمهات وإن تسلل إليها الوهن. كثيرات بلغن من العمر ما أضعف قواهن على الوقوف في الاعتصامات، لكنهن لم يخلفن موعدا معها. يحضرن من مناطق بعيدة حملن قلوبا متخمة بالألم وصورا بالأبيض والأسود تأكلها أصفر السنين. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ونبدأ هذه الحلقة مع رئيس لجنة التدريب في نقابة الصحفيين الأستاذ نبيل الأسيدي. مساء الخير أستاذ نبيل. مساء النور والعافية. أهلا ومرحبا بك أستاذ نبيل. لو بدأنا من الحادثة الأخيرة التي تعرض لها الزميل محمد العبسي رحمه الله، قتل مسموما ولازالت الإجراءات جارية حتى الآن حتى يتم معرفة الأسباب حول وفاته التي تقول بأنه مات مسموما، أين هي النقابة من ما يتعرض له الصحفيين؟ أولا يعزي الوسط الصحفي
وأسرة الزميل محمد العبسي، نقدم لها بانك الأعزاء بهذه الخسارة الكبيرة التي يتعرض لها الوسط الصحفي بوفاة الزميل محمد في ريان الشباب. طبعا فرضية تعرضه للاغتيال هي فرضية مطروحة وفق ملابسات منطقية حدثت في الليلة الماضية قبيل وفاته، ولكن ما زالت هذه الأمور فرضية حتى الآن. النقابة استطاعت يوم أمس إيقاف مراسم الدفن، وتم إعادة جثته إلى ثلاجة مستشفى الكويت، وطلبت التحقيق في لفتح تحقيق عادل ومستقل وحيادي إذا يعني ما تعرض له الزميل محمد، وأيضا لمعرفة الحقيقة، كما طالبت بأن يكون هناك ممثل للنقابة في طبيب ترشح النقابة ليكون ممثلها في اللجنة الطبية للتشريح. وفي نفس الوقت طالبنا بشدة بأن يكون هناك لجنة من الصليب الأحمر الدولي لتشريح الجثة وكشف نتائج التشريح. نعم. الآن الأمر هو لدى جماعة الحوثي التي أمرت للآن بفتح التحقيق، ولكن عبر النيابة التابعة لها وعبر الطب الشرعي التابع لها. نحن نقول من الآن لأننا لن نعترف بأي نتائج تصدر من الجهات التابعة لتلك الميليشيات لأننا لا نثق فيها. نعم، إذن ما هو الضامن بأن تكون هذه الإجراءات والتحقيقات ومعرفة أسباب وفاة الزميل محمد العبسي أن تكون صحيحة ما دامت في ظل يعني تتبع الميليشيا وهي من لا تثقون فيها؟ طبعا نحن طالبنا بأن يكون هناك يعني لجنة طبية من الصليب الأحمر أو نقله إلى خارج اليمن لمعرفة الحقيقة، غير ذلك فنحن لن نقبل بأي نتائج، لأننا نعرف مسبقا بالنتائج التي ستقدمها الجماعة. هي الآن إذا كانت واثقة وطاهرة من دم الزميل محمد العبسي، فليس لديها أي إشكالية في أن يكون هناك فريق طبي دولي للتحقيق في القضية ومعرفة أسباب الوفاة. لكن إذا رفضوا هذه اللجنة ورفضوا إدخالها ومنعوا أيضا النقابة ومن الاطلاع على مجريات التحقيق، نشير بأصابع الاتهام إليهم مباشرة، ونعتقد أنهم متورطون في هذا الأمر بشكل كبير. نعم أستاذ نبيل، لعل هذه بادرة ربما خطيرة جدا، ولأول مرة صحفي يعني يقتل مسموما، ما يهدد ب يعني حياة الكثير من الصحفيين الذين يتواجدون سواء يعني على وجه التحديد في مناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا أو من يعني لا يعملون في ظل إطار الميليشيا. إذن كيف يمكن لمن تبقوا في هذه المحافظات تحت سيطرة الميليشيا أن يأمنوا على حياتهم؟ طبعا إذا ثبتت هذه الفرضية فإنما يتعرض له التحصين كارثة حقيقية خلال المرحلة القادمة، وأصبحت منحة خطير جدا في هذا السياق. الزميل سعيد ثابت سعيد وكيل أول نقابة الصحفيين كشف يوم أمس عن إبلاغه بهذا الأمر حينما تم اختطافه قبل حوالي 8 سنوات من قبل النظام صالح، وأبلغه مدير الأمن القومي بأنهم يستطيعون أن يغتالوا الصحفيين دون أن يشعر بهم أحد، من بينها عبر كاس حادث مروري أو كاس عصير وما إلى ذلك، وهذا كان تهديد واضح في ذلك السياق. أيضا لا ننسى ما تعرض له الأستاذ الصحفي عبد الحبيب فعلا في فترة من الفترات الذي كانت وفاته أيضا مفاجئة. قبل عام أيضا كانت هناك الزميلة جميلة المذيعة التلفزيونية والتي توفيت في ظروف غامضة، ورفضت الميليشيات إشراك النقابة في عملية التحقيق وإطلاعنا على النتائج، وبالتالي كان هناك جرما واضحا. السكوت على ما تعرضت له جميلة جميل هو ما أدى إلى مثل هذه النتائج. نحن نشكك في كل ما يأتي من تلك الجماعة، ويجب ألا ندفن محمد العبسي مرتين بالوفاء المفاجئة وأيضا بعدم كشف الحقيقة. من حقنا حق أسرته
تعرف الحقيقة وما الذي حدث له. نعم. طيب أستاذ نبيل، تكرم بالبقاء معنا، نشرك معنا في الحديث مستشار وزير الإعلام الدكتور فيصل العواضي. مساء الخير دكتور. مرحبا بك أخي الكريم وبالإخوة المشاهدين جميعا وبضيفك الكريم. أهلا ومرحبا بك دكتور. في البداية، الدور المفترض من وزارة الإعلام تجاه حادثة اغتيال الصحفي محمد العبسي مسموما، وأيضا ما يتعرض له الصحفون، أين أنتم؟ آلية من آليات المنقلب عليها أو المغتصبة من قبل الميليشيات، فلا يجلد الوزارة أدوات خاصة حتى الآن لم تستخدمها أو يعني لم تستغلها في حماية الصحفيين أو الإعلاميين. نعم. يعني الحكومة بكل مؤسساتها تناشد العالم والرأي العام العالمي وتطرح هذه القضية على اعتبارها يعني قضية هي من معيار أو يعني اقصد هي مؤشر على حضارة العصر، حرية الرأي. نحن نطرح هذا الرأي، هذه القضايا أمام العالم ونوثقها، وقد وصلت إلى أكثر من جهة، لكن هناك يعني لا نجد الاستجابة المفترضة في هذا الجانب. نعم. إذن يعني ما الذي بأيديكم تقديمه سواء ل يعني للتعرف على المتسببين بمقتل الزميل محمد العبسي، أو أيضا من هم الآن في سجون الميليشيا، أو من يتعرضون لأي انتهاكات بشكل متواصل؟ على الأقل البعض يعني يبحث عن ضغط دولي رسمي منكم، يطالب المنظمات الدولية المعنية بهذا الشيء أن تفرض ولو إجراءات صارمة ضد الميليشيا بحق الاعتداءات المتكررة والانتهاكات التي تطال الصحافة والصحفيين. هناك عمل على مسارين، يعني وزير الإعلام بيبذل جهود، لأننا نتحدث الآن عن وزارة، نتحدث عن وزير، وزارة يعني كمؤسسة كاملة غائبة، يعني تعرف أنه معظم الجسم الإعلامي في يد الحوثيين، لكن نقول أنه الأخ وزير الإعلام بيبذل جهود مضنية، وكذلك الأخ وزير حقوق الإنسان في سبيل هذه القضية، وهي مثارة ومطروحة، ومنظمات المجتمع المدني يعني وثقت وواكبت مطالب أمهات المختطفين الإعلاميين الذين كانوا في السجن هبرة منذ ذلك التاريخ إلى الآن، ونشرت هاشتاجات، وكما قلت العمل يعني لا يوجد هناك تقصير في طرح القضية أمام الرأي العام العالمي، لكن نحن نتمنى أن تحدث استجابة أمام كل هذه الجرائم الواضحة. نعم. ابتداء من الأخ عبد الله قابل، المرحوم عبد الله قابل وزميله الذين وضعوا كدروع بشرية في أماكن تخزين الأسلحة، ومرورا بكل هذه القضايا، وانتهاء بقضية الأخ المرحوم محمد العبسي. نعم. وأيضا عمران الذي الآن يجود بأنفاسه في سجون ميليشيا. نعم. الانقلاب. طيب. نعم دكتور، الكثير يتحدث لماذا الحكومة لا تقوم بتشكيل لجنة تحقيق دولية وتضغط على المجتمع الدولي يعني التحقيق في هذه الحوادث، ويعني تشكل رأي عام قوي ضد الميليشيا، على الأقل تخفف من الانتهاكات المتواصلة التي تطال الصحافة والصحفيين. اللجنة قائمة، أنت تعرف أن هناك لجنة وطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسجاعات، انتهاكات ربما عملها توثيقي دكتور فيصل. وهذه اللجنة دكتور فيصل اسمح لي. نعم دكتور فيصل، هذه اللجنة من المجلس العالمي لحقوق الإنسان. نعم دكتور فيصل، على الرغم من أنه كان هناك محاولة لتدويل قضية حقوق الإنسان في اليمن وفق أهواء معينة وليس التدويل وفق ما يفترض. نعم. هذه اللجنة الآن تباشر عملها وستصدر تقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان العالمي في سبتمبر القادم، وطبعا اللجنة طعمت بخبراء في القانون الدولي وبخبراء دوليين من المختصين في رصد الانتهاكات، والعمل جاري على قدم وساق. نعم. ربما لا زال يقتصر عمل هذه اللجنة الدكتور فيصل على التوثيق فقط، وما هم بحاجة به الآن وعلى وجه التحديد الصحافة والصحفيين الذين حياتهم في خطر في سجون الميليشيا يحتاجون إلى تحرك عاجل،
إلى متى سينتظرون إلى أن تكتمل اللجنة من إعداد تقاريرها ومن ثم رفعها لمجلس الأمن، ومن ثم ربما هذا الوقت ستنتهي حياة هؤلاء من هم الآن في السجون؟ طبعا اللجنة هكذا هي محكومة بهذا الوقت الزمني، يعني ليست مختارة مثلا أو أنها في بطء في إجراءاتها، يعني أنها تقريرها الذي سيقدم في شهر سبتمبر هو التوقيت الدولي لإسلام تقرير اللجنة. هكذا ألزمت اللجنة أنها تقدم تقريرها عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن كأداة أصبحت أداة وطنية ودولية هذه اللجنة. نعم. ويعني إن شاء والحكومة كما قلت ما لسنا ساكتين، لكن أنت تعمل في جعذبات وهناك معركة سياسية شرسة جدا. يعني نحن نذكر في مجلس حقوق الإنسان أننا كنا مشاركين بإئتلاف لمنظمات حقوق الإنسان، بينما الطرف الآخر هناك 5 منظمات حقوقية من لبنان، هناك 3 منظمات من البحرين، هناك 3 منظمات من الكويت، هناك 3 منظمات إيرانية تعمل من خارج إيران، وهناك منظمات منتشرة في قارات العالم الخمس تعمل لتزييف الحقائق. نعم. في طيب دكتور. اتجاه دعم الميليشيات. نعم. الانقلابية. نعم دكتور، لم نكن نحن يعني. نعم. هم كانوا يعدوا العدة منذ وقت مبكر في هذا الجانب. نعم طيب دكتور، اسمح لي أن أعود للأستاذ نبيل الأسيدي رئيس لجنة التدريب في نقابة الصحفيين. أستاذ نبيل، إذن الدكتور فيصل يقول بأنه لا توجد لدى وزارة الإعلام أي أدوات لحماية الصحفيين على الأقل في المحافظات التي لا تزال تخضع لسيطرة الميليشيا، إذن من سيحمي الصحافة والصحفي؟ والله للأسف الشديد هناك عجز كبير من قبل الحكومة الشرعية وتقاعس مخيف إزاء ما يحدث للصحفيين. يعني هناك الكثير من الأدوات تستطيع أن تفعيلها. نضرب عددا من الأمثلة، يعني هناك أو الصحفيين الذين تم فصلهم من وظائفهم تقريبا قبل أسبوع صدر قرار من رئيس الوزراء بتعويضهم وإعادة مرتباتهم. طبعا هذا الأمر بعد أكثر من سنة ونصف من الحديث، يعني لقد شردت الكثير من الأسر ووزارة الإعلام وأيضا الحكومة تتفرج على أوضاع الصحفيين. هناك صحفيين مشردين حتى في داخل الرياض وفي مصر وفي الأردن، لم يتم الالتفات إليهم أبدا. في كثير من الآليات لم تقدم وزارة الإعلام رسالة واحدة لاتحاد الصحفيين العرب أو الاتحاد الدولي للصحفيين أو لمنظمة مراسلين بلا حدود، والكثير من المنظمات الدولية في هذا السياق لم تطرح قضية الصحفيين بشكل مباشر ولم تتواصل مع أي منظمة دولية في هذا السياق. نعم. ما يتم هو عرض قضاياهم في أحيانا عند المفاوضات المباشرة التي تمت في جنيف وتمت في الكويت، وكان طرحهم على اعتبار أنهم معتقلين مثلهم مثل أي معتقل سياسي أو معتقلين آخرين في هذا الإطار. نعم. كثير من الانتهاكات أيضا هناك ما تزال نقابة الصحفيين في عدن تحت سيطرة المسلحين حتى الآن منذ دخول القوات الشرعية، حتى الآن ونقابة الصحفيين تحت سيطرة المسلحين ولم نستطع استعادتها. نعم. قناة عدن لم تعد إلى عدن حتى الآن. كثير من الإشكاليات، يعني هناك الكثير من الصحفيين العاملين في الميدان، أسر الصحفيين المعتقلين لا تزال بدون رعاية حتى الآن. نعم. هذا أمر بسيط جدا. طيب أستاذ نبيل، المعني بالدرجة الأولى. نعم أستاذ نبيل، معذرة على المقاطعة، المعني بالدرجة الأولى أمام حماية الصحافة والصحفيين في اليمن من هو؟ الحكومة الشرعية، وزارة الإعلام، النقابة، الاتحاد الدولي للصحافة، من؟ الأمر هو أيضا عمل مجتمعي ومتكامل، ولا يمكن أن تحمل جهة واحدة كل المسؤولية، لكن بحكم أن هذه هي الحكومة وهذه هي الوزارة التابعة للحكومة عليها أن تتحمل الجزء الأكبر. في نقابة الصحفيين والاتحاد الدولي للصحفيين والاتحاد العربي أيضا، هؤلاء منظمات مجتمع مدني معنية بالدفاع عن والوقوف ضد الانتهاكات، وهذه الأمور معنوية أكثر من كونها يعني من كونها مادية. وزارة الإعلام والحكومة كانت باستطاعتها أن
أن توقف النزيف المالي لدى الصحفيين. هناك من نزحوا خارج العاصمة صنعاء وعادوا إلى قراهم، هناك من تركوا أعمالهم الصحفية وفقدوها أيضا، يعني خاصة العاملين في وسائل الإعلام المستقلة والأهلية والحزبية، يعني هذه انتهت تماما يعني. نعم. وعادوا إلى يعني عمل أعمال شاقة، في بعضهم من يعني عاد إلى قريته واشتغل بالزراعة وغيرها من الأعمال التي تقيهم يعني أشح الجوع. هذا الأمر كان كارثة بالنسبة للصحفيين بشكل كبير، إضافة إلى أن أثر الصحفيين الذين تم اغتيالهم من قبل الميليشيا إلى الآن 19 صحفيا قتلوا. هل تعرفون ما هي معاناة أسرهم؟ نعم. يعني وأيضا أكثر من 115 صحفيا تم اختطافهم خلال عامين وحبسهم لمدة متفاوتة. هناك لا ما يزال الآن 16 صحفيا معتقلا لدى يعني جماعة الحوثي وتنظيم القاعدة في المكلة، وأيضا أسر هؤلاء الصحفيين المعتقلين. نعم. طيب أستاذ نبيل، أعود للدكتور فيصل العواضي مستشار وزير الإعلام. دكتور فيصل، كانت لكم توجيهات من قبل وزارة الإعلام بإعداد خطة لبناء مؤسسات إعلامية تستوعب الصحافة والإعلاميين، هل يعني ستجد هذه الأوامر وهذه الخطط النور أم ستظل حبيسة الأدراج؟ أولا أخي الكريم، طبعا دعني أعلق على بعض ما جاء في كلام الزميل نبيل السيدي. نعم. طبعا نحن نتحدث عن الحكومة وكأنها بكامل صحتها إنجاز التعبير. نعم. يعني الحكومة ابتدأت تمتلك أدوات حقيقية يمكن الحديث عنها. منذ متى تم نقل البنك المركزي وبدأت الحكومة تضع خطط وبرامج تستطيع من خلالها فعلا الوصول برعايتها بخدماتها بأدواتها إلى الناس؟ أما فيما يخص التوجيهات التي صدرت، طبعا العمل جاري على قدم وساق على إعادة بناء الإعلام بشكل كامل. بعد إن شاء الله يعني هناك خطة لعودة الكل، وليس قناة عدن، لكن قناة عدن بالمقدمة باعتبار أن عدن هي العاصمة الآن، ويجب أن تستوعب الأدوات الإعلامية الرسمية وفي مقدمتها قناة عدن. نعم. قد شهدت اللجنة المكلفة بمتابعة عودة القناة من الإخوة الزملاء الذين تواصلوا مع معالي وزير الإعلام، أشادوا باستجابة الوزير وبالجهود التي يبذلها واستجابته. نعم. لما طرحوه عليه، وإن شاء الله قريبا. نعم. فيما يخص نعم عودة قناة عدن. نعم. وعودة عدد من المؤسسات الإعلامية إلى. نعم. فيما يخص الزملاء الصحفيين الذين تم إيقاف رواتبهم من قبل الميليشيا، الآن إلى أين وصلتم بهذا الملف؟ هل سيتم صرف مرتبات من تم إسقاط رواتبهم من قبل الميليشيا؟ ما هي المدة التي سينتظرونها؟ إلى أين وصلتم بهذا الملف؟ طبعا دعني أقول أن الزملاء الإعلاميين الآن على ثلاث أقسام أو ثلاث فئات، يعني فئة لا زالوا يعملون وهؤلاء ستصرف مرتباتهم في إطار الجهاز الإداري للدولة وعبر المؤسسة التي يعملون بها. نعم. وفئة في بيوتهم الآن داخل الوطن، وهؤلاء صنفهم الانقلابيون على أنهم منقطعون عن العمل وتم الاستغناء عن خدماتهم وتوقيف مرتباتهم. نعم. الفئة الثالثة من يسمونهم مرتزقة العدوان حسب التعبير الانقلابيين. نعم. والأمور يعني تجري الآن على أساس أنه صرف مستحقات هؤلاء الناس وإنصافهم، وهناك كشوفة يعني مسوحات لمن تم توقيفهم، تاريخ التوقيف والجهة التي كان يعمل بها ومقدار الراتب. وإن شاء الله يعني الأخ رئيس الوزراء قد وجه باستيعاب هذه البيانات ومعالجتها. نعم. وأولها كان معالجة وضع الزملاء في وكالة الأنباء اليمنية. شكرا جزيلا لك الدكتور فيصل العواضي مستشار وزير الإعلام، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. أعود للأستاذ نبيل الأسيدي. أستاذ نبيل، بالعودة إلى حادثة وفاة الزميل محمد العبسي، البعض يتساءل لماذا لا يتم نقل جثة الزميل الصحفي محمد العبسي إلى مكان أكثر أمناً ويشرح ضمن فريق متخصص تأمنون له وتثقون بنتائج التي سيطلعونكم عليها؟
قبل الحديث عن موضوع الزميل المرحوم محمد العبسي، أحب أن أشير إلى نقطة رئيسية يعني. نعم. تعليقا على دور الحكومة الشرعية في متابعة قضايا الصحفيين ومعاناتهم، ونحن نتحدث عن سنتين من الحرب التي قادتها الميليشيات على الدولة. نعم. وهذا الأمر له سنتين كاملتين. وإذا كنا نتحدث عن بعض المعاكسات الجزئية أو الشكلية البسيطة، أو أن الوزير استجاب لرغبة الزملاء، يعني هناك 5 وزراء للإعلام تعاقبوا على الوزارة وما إلى ذلك، وفي الأخير يأتي وزير يستجيب لبعض المطالب اللاشرعية، يعني بعد عامين ونحن نتحدث عن إشكالية بسيطة يعني. ومع ذلك أنا أثق أنه لو بقت عامين آخرين لن يتم إنجاز ما تم يعني ما يتحدثون عنه. بالنسبة لموضوع الزميل محمد العبسي، مسألة نقله إلى مكان آخر هي مسألة أيضا تحتاج إلى الكثير من الأمور الطبية، يعني من أجل بقاء جثته على ما هي عليه، ومن أجل التشريح المناسب. نعم. إضافة إلى أن عملية نقله إلى مكان آخر يعني مثلا سيتم تسييس الموضوع بشكل أكبر. نحن نفضل إما أن تحضر لجنة من الصليب الأحمر لتشريحه وإصدار التقرير عبر اللجنة، هذا نعم. أولا، أو يتم نقله إلى الخارج ومن وهناك يصدر التقرير ويقوم نعم. الجهة الطبية. ربما هذا هو الأسلم أستاذ نبي. نعم، ربما هذا هو الأسلم وما يطالبون به الجميع. إذا تم نقله إلى عدن مثلا، نعم، إذا تم نقله إلى عدن أو أي منطقة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، فإن نعم. الطرف الثاني سوف يشكك بنتائج التحقيقات من أجل نعم. اعتبار أن ما حتى لو كانت النتائج حدثية بأنه نوع من الابتزاز نعم. السياسي وتسييس القضية. نعم. لكن نحن نريد أن يكون الأمر واضحا، من حقنا أن نعرف الحقيقة كاملة دون أن نضبخ لأي نوع من المساومات السياسية أو التدخلات السياسية نعم. في هذه القضية أو حتى تلويثها سياسية. أشكرك جزيل الشكر رئيس لجنة التدريب في نقابة الصحفيين الأستاذ نبيل الأسيدي. وفي دقائقنا الأخيرة نشرك معنا من صنعاء نقيب الصحفيين الأسبق الأستاذ عبد الباري طاهر. مساء الخير أستاذ عبد الباري. يا مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا بك أستاذنا الغالي. ربما لا يمر يوم دون تعرض الصحافة والصحفيين للاعتداء للانتهاكات، ربما آخر حادثة ما تعرض لها الزميل محمد العبسي، كيف تتابع ما يعني يطال الصحافة والصحفيين من انتهاكات؟ أخي العزيز، الحياة العامة، الحياة السياسية، الشعب اليمني كل شمالا وجنوبا يتعرض لكارثة كبيرة، لحرب مدمرة، 14 صحفي في السجون، بعضهم معرضون للموت في أي لحظة. قضية الزميل أيضا محمد العبسي قضية يعني مسيئة جدا وكارثة، ولكن يعني أن لازم نناقش الأمور بموضوعية وبصدق، بالدفاع عن الحريات العامة والديمقراطية، عن الصحفيين، عن الصحفيين المختطفين أيضا الذي لا أحد يتكلم عنهم وهم مخفيين قسريا. وقضية محمد أيضا نتكلم عنها بالفعل، لأن هناك بالفعل شبهات كبيرة جدا حول مقتلة، والرجل كان يمتلك ملفات حول الفساد في أخطر وأهم الأجهزة. ولكن تسييس الأمور وتوظيف يعني مقتل أو استشهاد العبسي لقضايا سياسية أمر غير مطلوب وغير حميد. نعم. يا جماعة نتكلم بموضوعية، الحياة اليمن تتعرض لكارثة، والصحفيين كلهم الآن الإعلام كلها ملغى، الحياة السياسية ملغاة، حرية التعبير والرأي المصادرة، فلازم نتكلم، لا نوظف قضية وطبعا نزجبها في صراعاتنا السياسية، ونجني على الشهيد، ونجني أيضا على حقه، ونوظفها لصالح قضايا أخرى. نعم، وهذا ما نتمنى أستاذ عبد الباري، أن يجنبوا الصحافة والصحفيين يعني يا أخي الصراعات، لا توظف نعم. للصراعات، مطلب قانوني. هؤلاء نحن نعرف أن الجميع وقفوا ضد تشكيل لجنة دولية مستقلة محايدة دولية تحقق في جرائم الحرب ورفضوها. نعم. فالذي يرفض تشكيل لجنة دولية لتحقيق جرائم الحرب أيا كانت جرائم الحرب، لا ينبغي له أن يتحدث عن أي جريمة
ايا كان. نعم استاذ عبد الباري، في اقل من دقيقه اذا تكرمت لضيق الوقت والمعذره منك، كيف يمكن للصحافيين في اليمن الاحتراز من ان تطالهم اي انتهاكات او حوادث قد تعرض حياتهم للخطر؟ يا اخي الصحفيين هم مستهدفين حقيقه، لكن عندما توظف قضاياهم يكون الاستهداف مضاعف. اما الصحفيين وحريه الراي والتعبير، الصحفي يا اخي ضمير المجتمع ورقيب على الحياة السياسية والعامة، وهو يدافع عن النظام، عن القانون، عن الدستور، عن مدنية الحياة، عن سلميتها، عن رفض الحرب، عن إدانة الجرائم، الحرب عن ضد الفساد. ولكن أن توظف قضاياه يعني تكون المسألة يعني إضافة إلى تعقيدها في الحياة وخطورتها عليه، تضيف إليها أيضا تبعات ومخاطر أخرى. نعم أشكرك. لازم الناس يقدروا حياة الناس الذين يتعرضون للخطر لحظيا في كل ساعة في اليمن. نعم. ولا توظف قضاياهم لصالح صراعات سياسية لا ناقة للصحفيين فيها ولا جمل. أشكرك جزيل الشكر نقيب الصحفيين الأسبق الأستاذ عبد الباري طاهر، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. مشاهدينا الكرام، أشكر أيضا ضيفي رئيس لجنة التدريب في نقابة الصحفيين الأستاذ نبيل الأسيدي، والشكر أيضا لمستشار وزير الإعلام الدكتور فيصل العواضي. تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل محمد القاسم ومن جميع الطاقم الفني. نلقاكم إن شاء الله بحلقة جديدة من زوايا الحدث حتى الملتقى. حفظكم الله والوطن. السلام عليكم.